ما هي النجاسات التي تعلق بالثياب؟ هذه النجاسات فضيلة الشيخ هل تبطل الصلاة؟ وهل المياه المتطايرة على الملابس من دورات المياه وأماكن الوضوء تعتبر مبطلة للصلاة؟ النجاسة إذا أصابت الثوب من بول أو غائط أو دم نجس فإنه يجب إزالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قال تعالى: وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في خفيه أو في نعليه نجاسة خلعهما وهو يصلي، مما يدل على أن الملابس في الصلاة يجب أن تكون طاهرة من النجاسة. فإذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم بها لكنه تساهل وتركها فإن صلاته لا تصح، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. أما إذا صلى بنجاسة في ثوبه لا يدري عنها فإن صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل، لكن يغسلها للمستقبل. وأما المياه التي تتطاير من دورات المياه ومحلات الوضوء فهذه ليست نجسة، المياه ليست نجسة. وأما النجس كالبول أو الغائط هذا هو الذي يجب التحرز منه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عذاب القبر عدم التحرز من البول. قد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، قال: إنهما لا يعذبان، ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يحترس من بوله أو لا يحترز من بوله. فالأمر في هذا فيه خطورة، واجب على الإنسان أن يتحرز من النجاسة مهما أمكنه ذلك. أما المياه التي في الغسيل في محل الوضوء محل الاستنجاء فالأصل فيها الطهارة والحمد لله، لكن إذا أزالها من باب الاحتياط فهو أحسن. نعم.